صباح الخير، صباح معكم. واليوم رح أعلمكم أكلة الكبسة على طريقة أختي كوكا. هو له عدة طرقات، بس يعني أنا رح أعلمكم طريقة من هالطرق اللي موجودة يعني بأكلة الكبسة. وهي عم أرجيكم هلا المنظر عنا ببيتوريا 1 يوليو. شوفوا الجو، ما في جو صيفي أبدا، كأنه جو شتوي. الحقيقة عنا البلد كتير جميلة وخضار فيها، كتير فيها خضار. انشهرت هي البلد، أخذت الجائزة الأولى بأوروبا بالخضار يعني اللي موجود فيها. فيعني بحب دائما أرجيكم هيك، أرجيكم النعنعات اللي عندي قطعته وهلا طالع جديد كله. وهي عندي زعتر جابت لي أختي وقتها من سوريا، الله يرجع أيام سوريا بجاه النبي. وهون عندي البندورة، زارعة بندورة أول ما بطلع كتير بس يعني. وهي عندي فليفلة يعني بدي أدور دوارة عليها، لا بس حلوة بقلب البيت يعني، هو الراس يعني. ها والله. وهي عندي هون المجنونة، هي اللي بيقولوا لها صغيرة لساتها. على كل حال رح نعلمكم إياها الأكلة، وإن شاء الله تطلع ظريفة وتحبوها وتسووها. هلا تذكرت انه ما ارجيتكم الوردات الحلوين اللي عندي هاي السنه، يعني طالعين حلوين الالوان، كثير الوان حلوه الحقيقه. ها هلا رح ارجيكم المحتويات اللي رح نحطها. طبعا الفروج اول شيء مشان نسلقه بدنا نحط له بصله، قرفه، كبشه قرنفل، هيل، ملح، وانا رح احط له كمان هي فلفله حده صغيره رح احط له اياه، بيعطي طعمه كمان ظريفه. بعدين مشان الصلصه بدنا نعمل الفلفله خضراء، فلفله حمراء، بندوره وجزر، رح ارجيكم. وبعدين مشان نأمر ونحمر الفروج رح نعمله، بعملكم الطريقة هي مشان تحمير الفروج مع اللبن، اللبن والبهارات. ورز عندي هون الرز مشان الكبسة، هذا اشتريته بشكل خاص، دورت عليه دوارة لحتى لقيته هون، ما موجود هون عندهم غير الرز بإسبانيا، الرز الإسباني أغلبيته موجود ظريف، بس مشان أكلة الكبسة بيقولوا لي إنه لا لازم رز خاص، هذا من الهند أو يمكن يعني يكون خاص يعني هي الأكلة. فدورت عليه ولقيته وجبته. وهي هلأ مشان بعدين اللوز والسنوبر رح نبدأ هلأ نرجيكم يا هشلو. طبعا بعد ما غسلت الفروج منيح نظفته بحطه بمي وبرفعه على النار مع بطنجرة البخار مشان بس تغلي المي، قيم الزفرة، وبعدين نحط البصلة والبهارات والشغلات اللي بدي احطها، لانه اذا حطيناها قبل تروح بالزفرة، صارت معي قبل هالمرة يعني، ممكن غلطت وحطيتهم، وطبعا بدي تقيم الزفرة بينقام معها. فهلا بس حتى قيم الزفرة بنحط الباقي. هلا مثل ما شايفين طلعت الزفرة، هلا بقى بقيم الزفرة أول شيء منيح منيح، بهالشكل هاد، مثل ما كنتوا شايفين من الزفرة كل ما بيطلع شوية طلبيم لحتى ما يعود يطلع زفرة، بس ما يعود في زفرة. بقى أخذ هلا وبحط البصلة، بحط البصلة مشان الزنخة، وبحط الهيل، كبشة قرنفل، وهي الفليفلة الحدة،
وهي القرفة تمام عواد وهي الملحات معلقة حطيت معلقة وربع ملح هي بقى الواحد حسب هو ما بده إذا حدا عنده ضغط ما بيقدر يحط ملح هلأ هيك بنخليهم بقى بسكر عليهم الطنجرة وبخليهم رح أخليهم أنا 10 دقايق بعد ما يرقص الرقاص 10 دقايق لأنه بدي أخذهم بعدين وحطهم بالفرن شوي مشان نحمرهم فما في داعي يكون رايح نيف الفروج وبعدين جت فروج شو بيقولوا له بلدي مو فروج عادي فروج بلدي مشان الطعمة تطلع أطيب هي سكرتها هلأ وبحط الرقاص بس يرقص الرقاص هلأ بحسب بعدين بعير 10 دقايق هلا بعد ما فرمت الفليفله الحمراء والخضراء انا بحب الفليفله الحمراء مع في عالم ما بيحطوا لها يعني فانتم بتحبوا اذا بتحبوا تحطوا لها حطوا لها الخضره بتعرفوني بحب كثير انا الخضره بالاكل حبيت لكم على البندوره يعني البندوره بما انه 3 بندورات فما في داعي احطهم مي سخنه وبما انه طرايا مثل ما شايفين بقشرهم تقشير مشان ما تطلع القشره بتتم فإذا بدكم تعملوا كمية والله إذا بدكم تعملوا كمية بندورة وقاصين شوي تحطون مي سخنة شوية تعملوا لهم في عالم بيعملوا لهم غلوة إذا بتحبوا مشان السرعة فبتطرى بتتأشر بسرعة البندورة هاي للمعرفة فقط وهلا بقى بدي الجزرات كمان إبرشهم هلا بقطع بهذا الشكل هاي القيمها مشان هاي رققوا الخلطات واعملهم بشكل اسرع بعملها هيك تمام وبعدين بفرمها بهالطريقه هي هيك سريعه بتعملوها انا بحب لانه علم هالشباب الصغيره يعني اللي ما بيعرفوا مشان ما تقولي ليش غليظة هي بضلت أرجينا كل شغلة بالميلي فهي دائما بقول أنا للشباب اللي ما بتعرف البنات والشباب وفي شغلة دائما بنبه عليها أنه قبل أي شغلة تغسيل الإيدين مهم قبل وبعد دائما الأظافير قصيرة اللي بده يطبخ والخواتم كلها بتقيموها أنتوا عم تطبخوا كمان لانه بتحمل جراثيم كثير يعني فهي الشغلات يعني بحب دائما نبه عليها ومين في عندكم بالبيت دائما انه يساعد الرجل الابن الاخ دائما بدها مساعده ما يضلوا قاعدين لحتى توصل الاكله لعندهم هي دائما بنبه عليها بجوز هالشباب هي ما تعجبهم الكلمه انا نبه عليها دائما لابني علمته لاخي علمته انه يطبخ فهي شغله مهمه دائما انه يتعلموا هالشباب بنات لما شباب كله بنفس الشيء هلا بعد ما فرمت كل الخضره شايفين هاي البصل الجزر برشته هاي فليفله خضره فليفله حمراء كمان وهي البندوره مقطعه والرز غسلته عدة مرات وحطيته بمي سخنة غسلته هي لازم تعرفوها يعني مشان يطلع بعدين كتير هيك شو بيقولوا له الرز مفلفل مثل ما بيقولوا بسوريا فهلا رح أقلقل الخضرة وهي الفروج هلا خلص كمان مشان نجهزه وحطه بالفرن هي هلا خلص الفروج سلقته وقمته هي مثل ما كن شايفين رح أدهنه هلا اعمل اللبن هلا مع البهارات وادهنه مشان نحمره هاي الطريقه الجديده وحطه بالفرن وهي شوفوا لي هالمرأة الزراف اللي بيطبخ فيهم الرز مع الخضره هلا رح ارجيكم هلا رح اسوي الصلصه اول شيء رح استعمل زيت مازولا بتقدروا تستعملوا زيت بلدي اذا بدكم او سمنه طبعا انا بستعمل زيت مازولا هاي كاسه صغيره زيت مازولا جان الخضرة
هاي اول شيء رح احط البصله، انا بحب اقلق البصله اول شيء وبعدين بحط الفليفله شوي، يعني لو انه شوي اقللها شوي اول. هلا بعد ما قللت البصله شوي خليتها تقلل، بحط هلا الفليفله الخضراء والحمراء. بعدين بحط الجزر، هدول هلا بدي خليهم منيح. شايفين الخضرة كمية منيحة، أنا بحب الخضرة الحقيقة، ظريفة ومفيدة وظريفة بعدين منظرها بالطبخ وبتعطي طعمة طيبة. هاي الخلطة اللبن حطيت لها مع بهارات، يعني 200 غرام 250 غرام لبن اللي بدكم اياه، يعني حسب الكمية اللي بدكم تدهنوها، مع بهارات مع معلقة بهارات. خلطتها كلها هلا، وهلا بدهن فيها الفروج مشان نحطه بالفرن، بيعطيه لون كتير ظريف وبيأمره. هلا بعد ما قلقلت منيح الفليفله وهمدت شويه بحط هلا الجزرات، لانه الجزر مبروش هذا ما بده كل الوقت. هلا بقلل الجزرات شوي وبعدين بحط الطماطم المقطع كمان بقلبه، بما انه ما حطيت لهم شويه ملح رح احط لهم، لانه المرقه في تبع الفروج فيها ملح، فرح ازيد شويه بس شويه ملح. هلا رح احط البندوره، ها ثلاث بندورات ساويت، انا حطيت زياده بندوره لانه بحبها تعطيه لون ظريف. هاي بقوي الغاز كمان وبخليهم بقى هلا يستووا شويه. هلا هون بعد ما حطيت الفروج فتحته مثل ما شايفين، فتحته من هون ومن هون مشان ياخذ كله اللون الاحمر او من اللي تحطه هلا بالفرن. هلا جانا التلقين، هلا بتعلق الكلمه معه الواحد. هذا اللبن اللي عملته مع البهارات شايفين، بحطه هلا هيك مشان كله يعني بغطيه باللبن مع البهارات مشان ياخذ اللون اللون الاحمر اللي بيقرش قرش. يا سلام، هيك هلا بعبيه بهالطريقه هي مشان نحطه بالفرن من كل الجهات بعبيه. هي هلا صارت الصلصه، راح احط لها البهارات لسه ما حطيته، بهارات الكبسه مثل ما قلت لكم، وحطيت لها كمان معلقه بهارات باكستانيه، هي فيها حدوديه كمان فيها من جميعه هي البهارات الباكستانيه، وفيها كمان شوية حد، فهي بدكم تنتبهوا لها بدكم تحطوا مشان اللي عنده اولاد. هلا رح احط لها ثلاث كاسات مي، انا عامله ثلاث كاسات رز حاطه، رح احط لها ثلاث كاسات مي. بعد ما حطيت لها ثلاث كاسات مي رح احط لها معلقه صغيره كركم، هذا بيعطيها لون كثير ظريف ومفيد، بعدين كثير مفيد هذا بيعطي لون ممتاز للرز وطعمه فرجه كمان. هلا بستغلي، هلا بستغلي بنحط شو بقى الرزات. الرزات بعد ما حطيتهم بمي سخنه وغسلتهم، شوفوا هلا بهالشكل هذا صاروا، هذا الرز بزماتي، لنشوف ان شاء الله يطلع مثل ما بيطلع بالسعوديه وبالكويت، مثل ما بيقولوا لي بنات اختي انه الرز بسوريا بياخذوه من الرز السعوديه ويمكن والكويت والخليج هيك شيء، فان شاء الله. هي هلا الفروج بعد ما دهنته كله مثل ما لكم شايفين باللبن والبهارات، راح احطه هلا سخنت الفرن على 250 ونزلته بعدين لل 200، وراح احطه
هلا من فوق ومن تحت حطيته انا على المروحه حطيته لانه مشان يحمر، وبحطه هلا اول شيء هذا هيك بالنص بحطه هلا كبدايه. هلا بعد ما غلت المرقه مع الصلصه شوفوا لونها، ما حطيت لها لا مية بندورة ولا شيء لانه خضرتها كثيره، وحطيت لها معلقه الكركم بتعطيها لون كثير ظريف مشان الرز لونه طعمه. هلا رح احط بقى الرزات. هي حطيت الرز، هلا ها شوفوا المنظر ما ازرفه. هلا بقى بغطيه وبستنى لي هلا شي 5 دقائق وبعدين بحركه. بعد 5 دقائق ما حطيت الرزات بكشف هي بحرك الرزات هي مشان تتحرك كل الخضرة مع بعضها بهالطريقة هي هيك الخضرة كلها تتحرك مع الرز تختلط مع الرز. ها وبرد بغطيهم هلا دقيقتين تانيات وبنوص عليهم بنوص عليهم للاخر. هي اديناها ل10 دقائق تقريبا، يعني رح اخليها انا شي دقيقتين تانيات بس يعني تقريبا استويت. فلفل الرز وظريف. هلا تهدى الرز هي 20 دقيقة يعني اكل كله مع التهداية. التهداية هي لحالها اللي بتاخذ الوقت 5 دقائق 7 دقائق هي اول شيء لبين ما تنشف المي تبعه، وبعدين بنهديه يعني الوقت الباقي يعني 10 دقائق ربع ساعة هيك شيء يعني حسب الغاز وقديش مخلينه قوي خفيف. طبعا انا بنوص الغاز على الاخر اخر يعني مشان يهدى على مهله. مثل ما شايفين يعني كثير سولته الارز اسولته ايه عم بحكي اسبانيات اغزوني يعني كثير مهرهر الرز. هي هلا بعد ما سكبته بالجاط شايفين شو مهرهر الرز طالع فرجي سكبته هلا، وهلا رح ازينه بعد ما سكبت الرز. هلا هي الجاط بعد ما زينته وطلعت الفروج حطيته مثل ما شايفين لون الفروج طالع من اللبن مع البهارات بيطلع بشهي. على كل حال ما حطيت الفروج كله مشان يبين على الاقل الرز يعني. وهي خلصنا صحنا ان شاء الله يعجبكم ونكون سهلنا عليكم يعني الطبخه طيبه كثير الحقيقه. طبعا ما حدا بيقول عن زيت وعكر بس الحقيقه طيبه. ان شاء الله صحتين وهنا وبنشوفكم ان شاء الله هلا باكله جايه والله معكم خلي لي اياكم ان شاء الله وتسلموا. ولا تنسوا اذا عجبتكم الاكله تحطوا لنا لايك. شكرا كثير ممنونه الله معكم. قالوا لي نحط لك لايك قلت لهم يا ريت. قالوا لي حسني الاكلات اكثر من هيك بكثير قلت لهم بطلت ما عاد بدي شيء.